صفات التاجر الناجح. لكل مهنة صفات يجب أن يتحلى بها أصحابها، وهي تختلف حسب المهن، كما أن هناك بعض الصفات المشتركة لدى الأشخاص العاملين في نفس القطاع، فمن الطبيعي أن يتأثر كل إنسان بعمله. وفي هذا المقال سوف نكتشف أهم الصفات التي ينبغي أن يمتلكها التاجر حتى يحقق النجاح المنشود. من صفات التاجر الناجح أنه يبحث عن كل ما هو جديد في تجارته، ويختلط مع زملائه التجار، مما يساعده على تطوير أفكاره وعمله ويزيد أرباحه. يعمل بجد واجتهاد، فيعطي تجارته من وقته وجهده، ويقوم بتسجيل كل الأحداث والأنشطة في جدول منظم. يتعلم من خطئه عند وقوعه، كما أنه لا يجازف بدخول المشاريع التي يكون احتمال خسارتها أكبر من احتمال ربحها. يتاجر حسب تحركات الأسعار بالزيادة أو النقصان، ويبتعد عن اتباع مشاعره، فلا يتمسك بشيء يملكه سواء كان سلعة أو مالا. يصعد سلم النجاح درجا درجا، فيأخذ الوقت الكافي ولا يسعى إلى النجاح السريع. يتمتع بالأخلاق العالية، وأهمها الصدق، فلا يغش المستهلكين ليحقق أهدافه.